سيكون حديثي مختصر حول ظاهرتي الغش وأحيان تفخم إلى الغش، لأنها أصبحت إلى حد ما لدى البعض تشكل ثقافة، وكذلك ظاهرة العنف. نقول أنهما ظواهر، ونؤكد على أنهما أيضا سلوك يتبعه الإنسان من أجل تحقيق هدف ما، بغض النظر عن هذا الهدف، قد يكون التفوق في الدراسة أو الحصول على مكاسب إما سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. الحديث عن الغش أو الغش والعنف كونهما أصبحا مع الأسف الشديد في أحايين كثيرة صنوان متلازمان في هذا الزمان كثقافة، أوجدتها ظروف إما اقتصادية أو اجتماعية أو سايكولوجية تتعلق بشخصية أنماط الشخصية الموجودة بيننا جميعا. مش الكل يلجأ إلى الغش أو الكل يلجأ إلى العنف، البعض ممن يشعر بأن الغش يحقق له مكاسب أو أن العنف يحقق له مكاسب. بالنظر إلى ظاهرة الغش سواء في المدارس أو في أعمالنا اليومية، لدى البعض ولا أقول الكل، وإن كانت ظاهرة، الحديث عن الظاهرة دائما 200 شخص فأكثر، العنف أصبح ظاهرة تكرر في أماكن عديدة، بدءا من العنف الأسري انتهاءا بالعنف المجتمعي. الحديث عن الغش لدى طلبة المدارس أو الجامعات أو حيثما كان، نقول لا تنظر إلى الكتب بل انظر لمن يحملها. وقد قال الحكماء قديما، إذا أردت أن تخطط لسنة فازرع الذرة، وإذا أردت أن تخطط لمئة عام أو قرن فازرع الأشجار، وإذا أردت أن تخطط لمدى الحياة فعلم الناس أو دربهم. سيكون لنا وقفة مع الغش بصوره وأشكاله، وهو شكل من أشكال الباطل والتعدي والخداع، وكذا هو العنف شكل من أشكال التعدي، فهما صنوان متلازمان. أكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا لكم.